أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات خلال عام 2020، وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط 1363 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين. وأوضحت اللجنة أنها رصدت 404 حالة قتل، بينهم 56 امرأة و83 طفل وطفلة، و751 جريح بينهم 103 من النساء و194 من الأطفال. لافتة إلى أن العام المنصرم 2020 شهد ارتفاعا كبيرا في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت سقوط 232 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 23 من النساء و44 طفل، ورصد 1052 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 عين أثري وديني، و17 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 118 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15. كما وثق الفريق الميداني للجنة تفجير 30 منزلا إضافة إلى التهجير القسري لعدد 310 من المواطنين، والرصد والتحقيق في 54 واقعة قتل خارج نطاق القانون. واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8703 مبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات. ودعت اللجنة الوطنية كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معبرة عن إدانتها لكافة أشكال العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة للحرب، وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.